السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. جلال شموط حليق الرأس لهذا السبب، وهذا شرطه للمشاركة بالجزء الثاني عشر من باب الحارة. كشف الفنان السوري جلال شموط عن سبب التغيير الجديد في مظهره الخارجي، كما تحدث عن أسباب عدم تكلمه عن الشخصيات الجديدة التي سيؤديها. وتبعا لما رصده أطل على جمهوره من خلال لقاء مصور مع فوشيا تم إجراؤه من منزله. وسألت المحاورة شموط إذا ما كان مردوده المادي ممتاز، خاصة أن منزله السابق كان في دمور والحالي في الشعلاني، ليجيب شموط أنه عادي، وأضاف أن سبب اختياره لمنزله الجديد هو قربه من المقهى الذي يحب الجلوس فيه عادة، كما أنه لغى السيارة لأنه في منتصف البلد. وأشار الممثل جلال إلى أن سبب حلاقته لشعره متعلق بشخصية جديدة سيقدمها في الفترات المقبلة ضمن عمل للمخرج باسم سلكا، وأكد أن هذا اللوك يحبه في الحياة العادية أيضا، مضيفا أن الدور كان عبارة عن حجة ليحلق بتلك الطريقة، واصفا إياها بالأنشط سبب امتناعه عن إعطاء تفاصيل عن شخصياته قبل عرضها بشكل عام. جلال شموط واحد من الممثلين الذين يرفضون إعطاء تفاصيل عن الأدوار التي سيقدمونها قبل أن يتم عرضها على الشاشة. وعند سؤال الفنان عن السبب قال إن كل شخصية تتضمن تفاصيل كثيرة وتمر بحالات مختلفة، سواء الشكل، البعد النفسي وغيره، لذلك لا يحب أن يلخصها كلها من خلال حوار قصير. وبحسب رأي شموط أنه عندما يتم الحديث عن الدور بهذه الطريقة فذلك يجعل الدور تافها. رأيه بحارة القبة وشروطه للقبول بتجسيد الأدوار. وعبر الفنان جلال عن سعادته بالمشاركة في مسلسل حارة القبة للمخرجة رشا هشام شربتجي والكاتب أسامة كوكش، وأشار إلى أن الأصداء الإيجابية للعمل كانت متوقعة سواء من ناحية الإخراج أو الإنتاج، ويتوقع أن الأجزاء المقبلة ستحظى بنفس النتيجة. وعن دوره في العمل نوه إلى أنه لم يتوقع أن يحظى بهذا القدر من الأصداء الإيجابية، والسبب أنه دخل إلى العمل بسرعة، في حين أكد جلال شموط أنه استمتع بتقديم دوره، وقال إن من الأمور التي تهمه عندما يعرض عليه عمل هو المقابل المادي العقد، ونفى أن يرضى بتجسيد شخصية أجرها غير مقنع حتى ولو كانت مميزة. وذلك ليس بمعنى من سيدفع له أكثر، لأن المسألة ليست مزاد بالنسبة له. تعليقه على مسلسل باب الحارة ولدى سؤاله عن جوابه في حال عرض عليه المشاركة في مسلسل باب الحارة الجزء الثاني عشر النسخة الثانية، خاصة أنه ظهر في الجزء الحادي عشر، أجاب شموط أنه في حال كان المقابل المادي مقنع فسيقبل. وفيما يتعلق بلراء التي تطالب بإيقاف أجزاء جديدة من باب الحارة أكد أنه ليس معها أو ضدها،